اليمن تبلغ نسبة الأمية 52%، وتزيد هذه النسبة لتصل إلى أكثر من 70% فيما يتعلق بالنساء. بدأت العمل من 20 سنة، طبعا دخلت وفي رجال كثير وهذا، خفت يعني أنا عملي حياتي، فما ما بقدرش استغنى عنه. إيش ما صار جريمة إذا طلب مني إني أوقف العمل وهو عارف إني عاملة وتزوجني على هذا الأساس. طبعا من كثر ما كان أبي يشد علينا في التعليم ويصر إنه التعليم مهم والتعليم والتعليم والتعليم، كنت أعتقد إن التعليم هذا فرض ديني زي الصلاة والصوم. لذلك أكثر الأحيان لما أجي وزوجي مخزن ومع أصحابه يقول لي لفي من وراء البيت عشان ما تجيش من الأمام، ويقولوا فين هي زوجته، حتى يعني ما يقولش إني يمكن زائرة لبيته. أنا محظوظة بنسبة كبيرة إنه عائلتي المقربين، طبعا والدي والدتي إخوتي أخواتي، يدعموني بشكل كبير جدا ومتقبلين عملي لأنهم مدركين أن هذا حلم منذ الصغار. الآن دالحين أخواني كل واحد متزوج، كل واحد عند أولاده، وأنا في البيت، أنا الذي دالحين بينصرف، أنا أودي إذا أمي تعبانة الأولاد لهم تعبانين، كل حاجة أنا أعمله، يعني واثقين فيني كل الثقة، يعني ما عاد بش فرق بيني وبين الرجل أي شيء. يعني في البيت أمي قدي تقول بنتي قدي المرة والرجال.